سلامات انت وياها، وش عندكم هنا؟ يلا برا برا برا. ترى صورت النخلة بجوالي، ثانية واحدة انشرها واخلي العين عليكم. ابشر بعزكم، اعطيكم كل واحدة منكم تمرة ذهبية. لا سلامات، تمرة يا القعيطي؟ ايه هالتمرة هالواحدة فوق 20,000 ريال. تبون ولا دافلجوا؟ لا 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 ما ماني بندفلج، خلاص دام تمرة ب20,000 اكيد اكيد نبيها، بس بشرط ساعدونا في حراسة الاستراحة يا بنات. تم. انت بنت انت؟ ياوة. ايش؟ لا لا لا، الان ابوزع المهام، انتم تسمعون كلام شكش، بيقعد معكم هو كفته، اوكي؟ وانتم يا عيال امشوا معي. يلا يلا يا عيال، شكل الصندوق هذا يسوى له حوالي مليون الا مليون. قل ما شاء الله ما شاء الله يا اخوي، انت ايش فيك انت؟ والحين ذي بفكرتك المخيسة على أساس أن الجنية بتنتظرك للحين؟ يا أبوي أنت وش عرفك؟ لا عندها لا مدرسة ولا دوام، بعدين ما حد يقدر يصرف لنا الموضوع إلا هي. أنا صراحة أشوف كلام عامر مزبوط صراحة، خص صندوق طال عمرك نعطيه إياه، نقول أعطينا بداله كاش 500 زرق. طيب متأكد أن هذا المكان؟ إيه ابن حلال متأكد. رايضين أنتم؟ أنت خلك ساكت أنت وعزوز، خلاص يا أبوي نبي نوصل. شكل هذه خيمتها، نزلنا. حياك الله يا ولد، تفضل. ما قدرنا نصرف الذهب، قلنا ما لنا الا انت تدبرينا، خمس جنيه خلاص خذي الذهب واعطيني بدالها فلوس. بسيطة يا ولادي بسيطة، كنت عارفة انك بتجيلي وجهزتها لك. تفضل. ابوك الجدي البطل سمي. يعني نمشي عادي؟ ايه. يا عامر يا عامر، اخيرا حنلعب بالفلوس. اقول يا عامر، انا اشوفك اخذت الدراهم لا عديته ولا شيء، مدرعم. عد الفلوس خلنا نشوف نصيب كل واحد فينا. سوي تلعب علي، السبك انت وياه. انا اللي جبت انخلة وانا اللي دبرت الفلوس، مالك ولا شيء عندي. انت تتكلم جد ولا تستهبل؟ لا لا كنت عمي عارف انا طقطق. يا ورع انا ما طقطق، كلامي جاد. يلا مع السلامة. عامر احنا اصحابك في الاستراحة، لا تنسانا. لا تستعطف، لا يكون بعد البرق قاطين فيه. وباسمك يا ياسر، دزها انت وياه دزها. وش السالفة؟ أخوياكم نام صراحة مرجعوا. إيه أهجدي، دقيت عليهم جوالاتهم مقفلة. اسمع، ترى إذا زرفتونا والله لنبلغ الشرطة. إيه تحسبونها فاضة؟